وجينا هذا المطعم التركي. طبعا بالنسبة لي أنا أفضل مطعم تركي موجود في كيا سراييفو على قول أخواننا المصاري, هو موجود في برتشارتشيا اللي هو الداون تاون أو السوق حقهم اللي هو برتشارتشيا, اسمه أحمد إيش ما أدري, بس هو ده المطعم من الداخل يقدم عندهم هنا اللي إحنا نسميه لحم الخروف لا يعلى عليه لا يعلى عليه. طبعا هذا هو اللي أقول لكم عليه, اللحم المشوي أو إحنا نسميه لحم الخروف, هذا سعره. وعندهم كمان الريش, يا سلام عليك. وعندهم كمان المشاوي جميلة. وعندهم هذا الطبق اللي هو إحنا نسميه ما أعرف إيش نسميه, بس هو لحم مع جبن. طبعا هم مشهورين كذلك بهذه اللي هو اللحم بالعجين, طولها تقريبا متر, تأخذ الطاولة من هنا إلى هنا.